قصة تانية حزينة بخصوص المايك اللي أنا شغال بيه. طبعا لما جيت طبعا أجيب مايك، جبت مايك يعني حاجة صغيرة، كذا حد من زمايلي رشحها لي، ولما طبعا رشحوا لي الحاجة رحت جبت الحاجة اللي هم رشحها لي، كان برقم قليل، كان بحوالي 300 جنيه. فرحت اشتريت مايك عادي ب 300 جنيه، اشتغل معايا مرة، مرة تانية ما اشتغلش، مرة التالتة ما اشتغلش، المرة الرابعة ما اشتغلش. اتصلت من المحل قالوا والله انا اشتريت كذا كذا كذا. لا والله يا فندم مفيش ترجيع. ايه؟ طب انا اشتريت، انا ما عملتش حاجة، ده انا جربته واشتغل مرة وبقيت. لا لا والله ما عندناش ترجيع. فطبعا في الحالة دي يعني اكمني فاهم في الجزئية دي وكده، اضطريت ان انا اقول له طيب خلاص انا هجيبه لك، ومش عايز اعمل مشكلة ليك عشان يعني في كذا حد وفي كذا جهة تقدر ان انت تشتكيهم في حالة لو انت جبت حاجة بايظة من مكان معين، لو انت شايف ان في جشع مع محل معين او اسلوب مش كويس مع عاملين في مكان معين انت بتتعامل معاه او بتشتري منهم او تعتبر كونسيومر او مستهلك للحاجات بتاعتهم. في طبعا كذا جهة رقابية مسؤولين على الحاجات دي. فطبعا انا لما قلت له طيب انا ممكن اكلم كذا 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 وهما يتصرفوا بقى، فقال لي طب ثانية واحدة معايا. فعلا تيت ويتنج شوية، سابني شوية على الويتنج. طب يا فندم احنا عملنا لك اكسبشن، وهات البتاع وتعالى، هات المايك وتعالى. طب حلو، رحت جبت المايك. طبعا في الحالة دي انا اتقفلت من المايك الرخيص اللي انا جبته، وبالتالي بدأت على ان انا ادور على مايك اغلى من اللي انا جبته، عشان خلاص بقى انا عرفت انه ده كده مايك يعني مش احسن حاجة، رغم ان في ناس رشحوه لي، بس انا حظي يمكن اللي ما كانش كويس، او يمكن المنتج نفسه فيه مشكلة، بس طبعا محدش في المكان هيقول كده عشان يبيعوه. فاضطريت ان انا اعلى بالبادجت، واضطريت ان انا اجيب حاجة اغلى واحسن ما كنتش عامل حسابي عليها، بس خلاص انا مضطر ان اجيبها وعايز اجيبها دلوقتي عشان ابدا اشتغل عليه، وابدا ان انا يعني استعمله في شغلي عموما عشان اقدر ان انا ابروسيد واستمر يعني. فاصبح بعد ما جبت الحاجة دي قلت لهم خلاص يعني المايك اللي انتوا ادتوني في الاول ده انا اتقفلت منه، يعني سواء بقى الراجل اللي صينه صينه ما صينوش انا اتقفلت منه ومش عاوزه. فالراجل قال لي ده هعمل بيه ايه يعني، اما اكلمك ان شاء الله بتعالى خده. طيب يا عم حاضر. قلت له يعني انا شايف انه في مشكلة، كنت قلت لي من الاول ان هو في مشكلة وبلاش منه خلاص، وانا هقدر طبعا الصراحة دي، ودي هتديني ثقة اكتر في المكان اللي انا بشتري منه المايك. فقال لي اعمل لك ايه يعني، ما انت اللي استخسرت، ما انت اللي جبت حاجه رخيصه. فانا طبعا بصيت له كده، انا جبت حاجه رخيصه؟ طب انت بتبيع ليه الحاجه الرخيصه اللي انا مستخسر دي، يعني انت بتبيعها ليه؟ ولما قال لي كده انا بصيت له كده اللي هو يعني انا جبت حاجه رخيصه يعني، هو انت بتبيع ليه اصلا حاجه رخيصه دي طالما هي يعني قرفاك ومضايقاك ومزعلاك قوي كده، انت بتبيعها ليه؟ بتكسب من وراها ليه؟ موقف الناس اللي معاك في المحل يشتغلوا فيها ليه؟ فأصبح لغة الحوار هنا للمرة التانية بتكلم على الموضوع ده، لغة الحوار مهمة جدا في عملية البيع والشراء خصوصا في الأوقات دي. أصبح إنه لما اقول له والله انا كان عندي مشكله في المنتج اللي انا اشتريته من عندك ده، انت بتحل لي مشكلتي، ما بتقوليش فيما معناه انت معفن يعني. يا عم انا مش معفن والله، انا بس في حد رشح لي المايك ده بسعر اللي هو القليل ده فروحت جبته. انت ما تقوليش انت استخسرت في مايك، او ما تقوليش انت اللي استخسرت، انت اللي جبت حاجه رخيصه. طب انت اللي بتبيع الحاجه الرخيصه برضه. يعني الحاجه الرخيصه اللي انت موحشها في وشي دي انت شغال عليها وبتبيع منها وبتجيب منها كميات وبتسترزق منها.
فليه تهين الحاجة اللي بتاكل من وراها عيش؟ وليه توجه لي الرسالة بالطريقة دي على إن الحاجة دي مش كويسة وبالأسلوب ده؟ فدي حاجة من الحاجات والقصص الحزينة اللي مريت بيها، حبيت إن أنا أشاركها عشان أرجع برضو وأقول الحاجة اللي الواحد لازم ياخد باله منها، يبقى في لغة حوار. أنت بتبيع منتج، بتبيع خدمة، بتبيع أي حاجة، لازم تاخد بالك من لغة الحوار، لأن دي اللي هتخليك تبني قاعدة عملاء، دي اللي هتخلي الناس لويال وعندهم ولاء ليك وللماركة بتاعتك وللبراند بتاعتك وللسيرفس بتاعتك. مهم جدا إنك تاخد بالك من الحتة دي، ومهم الأسلوب والطريقة اللائقة في التعامل. شكرا، صدعتكم معايا، معلش.